طيب نكمل اللاي اوت كومبوننتس المتاحه عندنا في الاي دي اف. يعني شفنا البانل فورم لاي اوت، لما بيكون عندك فورم وفيها فيلدز بيبقى البانل فورم لاي اوت مناسب جدا، لان هو بيقدر يظبط لك الفيلدز والالاينمنت والليبلز والحاجات دي كلها في شويه تغيير بروبرتيز من غير ما تلمس الكومبوننتس نفسهم. طيب لو بصينا على اللاي اوت عندنا حاجه اسمها بانل بوكس. البانل بوكس دي في حد ذاتها هي كونتينر اقدر احط جواها اي نوع من انواع الكومبوننتس، وليكن مثلا هنحط جواها انبوت تكست او 2 3 ايه انبوت تكست. بس بص لما نيجي نرن عشان نشوف شكلها عامل ازاي، يعني تدلنا ميزه اللي هو شايف الحته بتاعت الاكسباند دي ايه لوحدها بيديها لك. اهي دي كده ايه في الران تايم. طبعا زي ما انت شايف يعني ايه هي بتتحرك بانيميشن، وبرده في ايه لما بتكولابس الفيلدز خلاص كانهم ايه سطر واحد. فيعني كومبوننت برضو يعني مفيد جدا بالنسبه لنا. ايه عندك حاجات برضو في اللاي اوت، خلينا نعمل شاشه جديده. وليكن السبليتر، السبليتر ده احد الكومبوننتس الموجوده في الاي دي اف. طيب نشوفه كده. لما بتعمل بانل سبليتر معناه ايه؟ ان انا بقسم الصفحه، في بيدي لك ايه امكانيه ان انت تكسباند وكلوبس بس على مستوى الايه الصفحه ككل. طيب هو طريقه تقسيمته ازاي؟ بيبقى ليه حاجه اسمها فيسيتس، التقسيمات بتاعته عنده تقسيمتين، الفيرست والسكند. ادي الفيرست اهو وادي ايه السكند. عايز تحط ايه في الفيرست؟ عندنا هنا قاعده مهمه بالنسبه للبانل، بالنسبه للفيسيتس، انها ما بتقبلش الا كومبوننت واحد بس. تمام؟ طب افرض عايز احط جواها يعني حاجات كتير، بتحط ايه حاجه زي فيرشوال كده جروب يعني. تمام؟ فعندنا كومبوننت اللي هو اسمه بانل جروب لاي اوت، ده مجرد يعني كونتينر، هو في حد ذاته مش حاجه، بس غرضه ان ايه هحط كل حاجه فيه من بره متشاف ايه ككومبوننت واحد، لان الفيس ما بيقبلش اثنين كومبوننتس. فمثلا انت حط هنا زي ما انت عايز، يعني ممكن نحط انبوت تكست برضو، يعني ايه اكتر من واحد مفيش فيها مشكله. ده ليه الفيست الاولاني. تيجي على الفيست الثاني، ممكن ايه احط هي جواها برضو بانل جروب لاي اوت، وجوه البانل جروب لاي اوت اقدر احط اكتر من ايه زي ما انت عايز بقى، انبوت ديت، اي حاجه تعجبك. نيجي نرن الكلام ده عشان نشوف شكله عامل ازاي. السبليتر ده طريقه ايه لتقسيم الصفحه في حد ذاتها. طيب تعال نرن ونشوف شكلها هيطلع لنا عامل ازاي. ادي السبليتر اهو، تضغط ايه يقفل، تضغط يفتح. عندك تقدر تعمل ايه ريسايز زي ما انت عايز للسبليتر. السبليتر في حد ذاته ممكن يعني اعيد التقسيم، يعني مثلا افرض ان انا في السكند دي هي في حد ذاتها عايز اقسمها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا عايز احط جواها بانل سبليتر هي كمان. طيب بص ممكن اعمل ايه؟ اما احط بانل سبليتر، خلي بالك بقى البانل سبليتر ده يعني ايه؟ يعني هخلي الانبوت ديت ده يتحط في الفيس دي، وانا فعليا مش محتاج البانل جروب لاي اوت دي، انا محتاج الايه البانل سبليتر يجي هنا مباشره عشان ما نعملش مشكله همسحها من جوه الكود. هي طريقه تقسيم بس، حط الكومبوننتس جوه بعض،
هي هنا ما فيهاش شرح بقدر ما هي ايه، ان انت تبقى متخيل المفترض التقسيمه تبقى عامله ازاي. يعني دي ما تفهمهاش الا لما تشوف النتيجه الموجوده فيها. يعني بص كده، انا دلوقتي ايه، كان عندي تقسيمتين اهو، ادي البانل سبليتر الاصلي الكبير جواه تقسيمتين فيرست وسكند. طيب فيرست ده زي ما هو سيبته مفيش فيه مشكله، عايز ارجع اقسم ايه الجزء التاني السكند، او ما اعمل ايه، احط جواها بانل سبليتر وهي جواها قسم بقى زي ما انت عايز. بس البانل سبليتر هنا بيدي لك امكانيه الاورينتيشن سواء هوريزونتال او ايه فيرتيكال، تمام. فلو جيت بص بقى، يعني مساله ايه تقسيم، دي الفيرست ودي السكند. بص ادي ايه، لما تضغط على الفيست يجيب لك المنطقه نفسها، يحوطها لك ايه باللون كده مختلف كبوردر عشان ابقى عارف هي فين. فممكن ان انا اقدر احط جواها اي حاجه، انبوت تكست تاني مثلا او حاجه زي كده. طيب لما تيجي تعمل رن عشان نشوف الكلام ده، بقى هنا في الواقع عندي تقسيمتين، تقسيمه افقيه وتقسيمه ايه راسيه. فزي ما بقول لك، هي العمليه كلها هنا بتعتمد على التخيل اكتر ما هو يكون يعني تنفيذ اي دي اف او كومبوننتس. انت عايز تقسم ازاي بناء على طريقه تفكيرك في التقسيم، هي اللي هتحدد شكل الشاشه اللي طالع هيبقى عامل ازاي. يعني لما نيجي نشوف نتيجه الكلام ده هتلاقي ايه، ده الراسي اللي عملته خد بالك، وتيجي هنا تلاقي ايه في السبليتر التاني، يوم ايه بص بيفتح فوق وتحت. يعني الاورينتيشن كان عنده فيرتيكال وده ها عندك على السبليتر نفسه. لما تقف في عنده حاجه اسمها الفيرست بوردر، خليها اول، والسكند بوردر ممكن اخليه اول على اساس ان هو يعمل لنا ايه. قول يعني تطلع طلع كل هو كده ظاهر على طول، تمام. فقال يعني لو حبيت تظهر البوردر اظهره عندك اهو، حبيت انك تخفيه خلاص رجع الايه البروبرتي زي ما كانت الديفولت. طبعا الكلام ده ينطبق على اي سبليتر برضه، لو عايز هنا تقف على السبليتر وتختار الايه عندك الفيرست بوردر والسكند بوردر، ايه اللي هو الاثنين بوردرز بتوعهم من ناحيتين. دي يعني انت اي كومبوننت عايز تغير الويتس بتاعه عندك الكولومز، الكولومز دي يعني خلينا اعتقد هي باي ديفولت 20 اعتقد، خد بالك خليها مثلا ايه 30. يعني خلينا نتكلم في حاجه تكون واضحه شويه، دي لو خليت الكولومز خليه ايه 30، ممكن ايه؟ لا كولومز دي تبقى رقم ثابت. خلينا نكبرها اكتر من كده شوية. بص بص يعني ايه؟ ده واضح ان هو كبر على الايه على الاثنين التانيين. فالكولمز هي اللي بتتحكم في الويتس اللي يظهر لليوزر. طيب نشوف برضو بعض الكومبوننتس التانية المختلفة اللي بتعتمد على الشو والهايد. يعني مثلا عندنا حاجة اسمها شو ديتيل هيدر، تعال نحطها
ده شوطة الهيدر. طيب تعال نحط جواها مجموعة input texts. ادي input text 2 زي ما انت عايز يعني. تعال نشوف دي شكلها هيطلع عامل ازاي. يعني زي ما انت شايف يعني هي الكومبوننت في حد ذاته بيديك ستايل معين، انت مجرد بس بتغير شوية properties عشان تكستمايز الطريقة اللي بيطلع بيها. فمثلا حاجة زي الشو والهايد ده نشوف يطلع لنا عامل ازاي. عندك هيدر اهو، تكليك كده اختفى، تكليك كده ايه ظهر قدامك. في ممكن انت عندك يعني زي ما بقول لك المسألة لعب في البروبرتيز. يعني لو احنا جينا شفنا عندك disclosed، يعني هي باي ديفولت مفتوحة ولا مقفولة؟ ترو يبقى مفتوحة، فولس يبقى ايه تطلع كأنها كولابسد. في عندك مثلا لحظة بس خلينا نكستمايز التكست هنا، نقول مثلا ايه شو أي يعني اي ايه تكست موجود. تمام، الفرق اللي ما بين الشو ديتيل هيدر والبانل بوكس هو وجود الفيسيتس فيها. يعني هو ايه مقسم لك، شوف كم منطقة، 1 2 3 4 5، مقسم لك تقسيمات بحيث ان افرض ان انا احتجت احط حاجة زي منيو بار، يعني شوية باتونز مثلا احطهم اهو، خد بالك حطيت لك اماكن معينة بحيث يعني كأن دي كما لو كانت فورمة وليها تول بار مثلا ليها شوية باتونز تحطهم، وتقدر ان انت تشو وتهايد الكومبوننتس دي. البانل بوكس هو البانل بوكس وخلاص، شو هايد ما فيهوش ايه فيسز معينه تقدر ان انت تحط اي كومبوننت اضافي. فهنا مثلا لما يعني لما تيجي تشوف نتيجه الكلام ده مثلا مش تمبلت، لان تمبلت يعني بتكون فيها يعني جرافيكس اكتر ما هي تقسيم معين. يعني هنا تلاقي الايه ده اتحط لك الباتون اهو، زي ما انت شايف ان انت لما بتشو تهايد بتشو التهايد اللي ايه اللي تحتيه، هو اوتوماتيك ظاهر في الاريا اللي تخليه دايما ايه على نفس الحيزه للتايتل نفسه اللي موجود. فهي مساله ايه التقسيمات اللي هو بيديها لك، هي يمكن الميزه الاساسيه عن البانل بوكس. عندك مثلا حاجه زي الاكورديون، ايه الاكورديون؟ الاكورديون زي اللي انت شايفه ده، عندك مجموعه من البانلز لما بتفتح بيفتح لك حاجات تحتيها، بتكليك هنا يقوم ايه قافل التانيه وايه فتح دي. برضه ده كومبوننت جاهز اسمه بانل اكورديون اهو، خلاص ادي الايه اكورديون اتحط. الفكره بقى ان انا اقسم الاكورديون ده ازاي. بيقول لك ان كل تقسيمه او كل بانل لوحدها هي كومبوننت داخل اسمه شو ديتيل ايتم. الشو ديتيل ايتم لو قلنا مثلا نغير التكست نخليها بيزك داتا، طيب جوه الشو ديتيل ايتم حط جواها اي عدد من الكومبوننتس، وليكن ان انا احط مثلا جواها اكتر من انبوت تكست اهو زي ما انت عايز. طيب بص دي كده كانها ايه بانل لوحدها. طب ارجع اقف على البانل والكورديون تاني، انا عايز واحد كمان من ده عشان يبقى عندي ايه بانل تانية، يبقى انا عايز شو ديتيل ايه ايتم. اللي هو ده. طيب الشو ديتيل ايتم بص ابتدى ايه يظهر تحتيه. طيب خلينا نقول مثلا داتا 2 مثلا، واحط جواها مجموعه من الايه اي حاجه بقى، يعني مش شرط انبوت تكست اكتر من اوتبوت تكست. طيب ادي الايه البانل الثاني. طب عايز واحده ثالثه اهو، اوف وروح على الشو ديتيل ايتم ضيفه وحط جواه اي حاجه انت ايه عايزها من دول، سيلكت بوليان راديو اي حاجه من دي. تعالوا نشوف نعمل ايه
ران ونشوف النتيجة طالعة عاملة ازاي. طيب عندك حاجة كده، ادي البانل الاولاني ايه ظاهرة، ضغط بص ايه يعمل لك كده عشان يظهر لك، تضغط كده يظهر لك التالت، تضغط كده يظهرها لك. طيب ممكن ايه انت تتحكم بقى شوية في البروبرتيز، يعني لو وقفت على البانل اكورديون اقدر اقول له ايه ديسكلوز ميني، هل انا من حقي افتح اكتر من واحدة في نفس الوقت ولا لا؟ ممكن اقول له ايه ترو، يعني افتح اكتر من ايه من بانل، لان زي ما انت ملاحظ ان انا لو ضغطت على واحده بيخفي الايه التانيين، انما انا ممكن اقول له ايه لا من حقي ان انا افتح اكتر من واحده في نفس الايه اللحظه disclose من. تمام. طيب disclose none اللي هو ايه لما انا بعمل كده كده، تمام بص مش قادر اخفي الاخيره، تمام يعني ايه في واحدة على الأقل لازم تكون ايه مفتوحة، بس الكلام ده برضو من خلال ايه disclose none، ممكن اقول له ايه true. بص ايه يعني اخر واحد بقى ظاهر معاه الايه الاتريبيوت ده، فكده اقدر اعمل لهم كولابس ثلاثة مع بعض واقدر ان انا ايه اقفلهم كلهم برضو مع بعض، كلها بروبرتيز انت ايه بتتحكم فيها. زي ما انت شايف يعني الكومبوننت جاهز ومعمول بالانيميشن، حتى ليه ستايل كده يعني خلاص فيه شيدنج كده افكت، الايكونز نفسها موجوده اوتوماتيك، هو يعني بيدي لك السهم اللي تحت معناها انها مفتوحه، تضغط يعمل لك السهم من الناحيه التانيه يعني على اساس انها مقفوله، فالكومبوننت يعني ايه يعني متظبط كلاي اوت، انت حط بس الكومبوننتس من جوه اللي انت ايه محتاجها. اتفضل. ممكن نعملهم مثلا كلها بسؤال من مره واحده. طب ما هو كده كولابس اول اهو. يعني بعد اضغط مثلا من فوق لتحت. اه. نعملهم مثلا كلهم كلها بسؤال، افتحهم كلهم مره واحده او افتحهم كلهم مره واحده. لا لا ما فيش بروبرتي كده. يعني لازم اليوزر يعمل ايه كل اكسباند او كولابس واحده واحده منهم. لا ما هي اصلا كلها الكومبوننت اسمه اكورديون، فده في حد ذاته كومبوننت واحد متقسم جوه. بص هي بتعتمد على الويتس اللي انت بتحطه اساسا، يعني انا لو حددت مثلا للبانل سبليتر ده ويتس معين خلاص هياخده، انما هنا يعني يمكن خلي بالك ان عشان ما فيش غيره في الصفحه فهو واخد الصفحه بالكامل، انما لما تحطه طبعا مثلا في ويتس محدد لا هياخده هو بس، يعني انت عمرك ما هتحط الكومبوننت لوحده في الصفحه، اكيد هيبقى معاه ايه حاجات تانية، فكل واحد هيبقى ليه ويتس محدد. يعني بتكلم عليه تمبلت كويس، التمبلت يعني حاجه تانية غير دي، لا انت ممكن تستخدم واحد من الكومبوننتس دي كما لو كان هو التمبلت الاساسيه للايه للصفحه، تمام بس التمبلت لسه يعني مش وقته دلوقتي خالص. طيب نشوف كومبوننت التابس، عندنا كومبوننت بمنتهى البساطة اسمه ايه بانل تابت. طيب لما اقف على البانل تابت بص جواه ايه شو ديتيل ايتم، يعني التابة الواحدة بشو ديتيل ايتم، فممكن اغير هنا برضو اخليه ايه تاب 1، حط جواه اللي يعجبك، يعني ممكن برضو ارجع تاني احط جواه
اي حاجه انا عايزها اهو كذا ايه input text. اقف على البانل تاب في في حد ذاتها. بص التابه الواحده بايه show detail item، يبقى انا اقدر اضيف ايه show detail item. مثلا لو فرضنا ان ايه هضيف 3 تابس. طيب ادي التاب الاولانيه، التاب الثانيه برضو بنفس الطريقه تقدر تظبط التكست اللي فيها، وليكن هقول مثلا تاب 2 جواها وانا واقف عليها ضيف زي ما انت عايز بقى. عندك الانبوت تكست 2 3 زي ما يعجبك، وادي التالت هقول ايه تاب 3 حط جواها مثلا ايه 2 input text. طيب تعال نشوف الايه الرن للموضوع ده. طيب ادي الايه التابس، التاب الاولانيه، التاب الثانيه، التاب الثالثه. ده مش شايف يعني ايه في منتهى السهوله عمليه انشاء التابس. بس هو يعني زي ما بقول لك كحاجه فيجوال كمان مظبطين الموضوع. يعني شايف التاب يعني يطلع عامله ازاي، ما هياش حتى مربع ولا حاجه زي كده، يعني حاجه ايه فاهم يعني مدلعه كده، يعني تلاقي ايه نازله. وكمان ايه يعني بص انت عندك التاب اهي، مجرد بس ان انا اجي بالماوس عليها نورت. يعني شوف التاب ايه تلاقيها خدت لون كده مختلف عند الهوفر، وفي نفس الوقت تلاحظ في اتنين تابز بلون وتاب تالتة بلون. ليه؟ عشان دي اللي عليها الفوكس. تيجي تضغط هنا تشوف الايه الفوكس عم. ده كل الكلام ده لوحده، يعني احنا ما عملناش اي حاجه في اللي انت شايفه ده. حط التاب طب انا عملت كده. ولا تزعل، ادي الفورم اهي كنت حطيت فيها input text. input text اهي واحده، واحد فوق هو واحد تحت. عايز اخد دي انقلها فين؟ هنا. اما انا ادي البانل تاب وادي شو ديتيل ايتم، اقدر اخد الكومبوننت انقلها ارميها على فين؟ على الشو ديتيل اهي نقلت ادراج ودروب زي ما انت عايز. طيب ما انت دراج اند دروب زي ما انت عايز، هو بيسمح لك كلهم طبعا زي ما انت عايز. يعني انت عندك ده اللي تحت اهو، حبيت انقله على الثانيه اهو بدراج بنقله على الثانيه اتنقل اهو. انا قصدي في اي اي حاجه. ما بص انا لما مسكت ده سحبته، يعني ايه زي ما انت عايز، يعني اسحب زي ما في اي مكان يعجبك. فبالتالي يعني عايز انقله في مكان معين او غير مكانه، خلاص ادالك الكلام ده بالدراج اند دروب على طول. يعني عايز تعمل نيستنج تنقله جوه حته معينه، ما هو برضه نفس الحكايه. عايز تغير، افرض عايز اغير ترتيب، يعني انت عندك 5 الاول بعدين 6 تمام. طيب انا عايز ايه 6 الاول بعدين 5 تمام. بمنتهى السهوله يعني تقدر تعمل ايه الدراج ودروب. فزي ما بقول لك مثلا يعني حاجه زي التاب يعني كتير بتحتاجها لما يكون عندك داتا كتيره، خاصه عمليه انشائها في الاي دي اف يعني ولا حاجه ولا حاجه بمعنى الكلمه. زي ما انت شايف يعني انا عشان اطلع الكلام ده بالتاب وحركه كده تنزل لك متموجه وتروح عليها تنور لك والفوكس موجود عليها، يعني كل الكلام ده متظبط يعني كفيجوال ايه افكت. فهنا يعني زي ما بقول لك الاي دي اف يعني الميزه عندهم في الكومبوننتس انها مش مجرد يعني هي كومبوننتس وخلاص، لا الكومبوننتس حطيت لك ديفولت ستايل. يعني حتى لو انا ما عملتش حاجه، يعني لما توري اليوزر يعني شويه حاجات زي كده ويعني فاهم داخله في بعض برضه ليها يعني ايه لمسه جماليه من غير ما تعمل انت حاجه. خد بالك انت عارف موضوع الالوان ده من الحاجات المقرفه جدا، يعني هو ادالك الكلام ده جاهز على طول.
لما اغير من التابلت تاب في ريفرش تعمل ريفرش. بص ايه الريفرش اللي انت حاسه؟ لا ان هي فعليا بتعمل سبميت ولا ما بتعملش فون؟ بتعمل سبميت طبعا. بتعمل سبميت طبعا. بس بيعمل سبميت ويرفرش الايه؟ اللي تحتيه. اللي تحتيه. ماشي كده؟ يعني دي يعني نقدر نقول مجموعة يعني متنوعة من طريقة تكوين ال يعني اللاي اوت بالنسبه للصفحات. يعني زي ما شايف الكومبوننتس كلها ما فيش ولا سطر كود اتكتب، كلها بروبرتي يعني كومبوننت دراج وظبط البروبرتيز بتاعته خلاص. فاللاي اوت بقى ما بقاش اللي احنا هنقعد نشغل بالنا بيه، والالوان والستايل والحاجات دي كلها بيلت ان جاهزه، يعني مش محتاج انك تعمل حاجه. ركز انت بقى على الايه كومبوننتس اللي انت هتحطها، البيزك بقى الانبوت تكست اللي هي اليوزر هيبتدي يدخل فيها الداتا. ماشي كده؟ طيب نبتدي هنا نخش شويه في الداتابيز من خلال كومبوننت اسمه ليست اوف فاليو. هنبص للكيس دي مع بعض. لو فرضنا ان انا عندي تيبل اسمه كومبانيز، في عندك مثلا كومباني اي دي والنيم و يعني الداتا بقى بتاعتها ما بتهمناش. المهم ان انا عندي حاجه اسمها ريجن اي دي، المنطقه اللي الكومباني دي موجوده ايه فيها. طيب في عندنا تيبل تاني، التيبل التاني ده اسمه ريجونز، في عندك برضه ريجون اي دي والايه والنيم وده البرايمري كي. كداتا بيس ديزاين المفترض ان الريجون اي دي يعني انت المنطقه الشركه موجوده في منطقه معينه، يبقى المفترض ان ايه الريجون اي دي ده يبقى فورين كي في ريليشن ايه وان حياني ما بين الاثنين دول، صح؟ طبعا ده الماستر وده الايه؟ الديتيل. طيب انا بديسبلاي شاشه الكومبانيز، فبديسبلاي شاشه الكومبانيز المفترض ريجون اي دي ده نقول يعني بالكومبوننتس اللي كانت معروفه قبل كده كومبو بوكس، تمام؟ بس مشكله الكومبو بوكس ايه بقى؟ لا ايه مشكله الكومبو بوكس؟ لا في الكومبوكس ده راح احط الاي دي والنبي مفيش مشكله. الداتا كم الداتا يعني دي مشكله الاساسيه في الكومبو بوكس. لو كم الداتا كبير يعني مثلا ايه بتختار الموظف مثلا اللي هتدي له علاوه، تمام؟ عندك كم موظف مثلا؟ ممكن يكون 1000 2000 يعني. خلينا كنت بختار المواطنين مثلا، خد عندك ايه 80 مليون اختار هتطلعهم في كومبو بوكس، خد بالك؟ فالفائده الاساسيه براحتك يعني. المهم ان ايه الكومبو بوكس مع الداتا الكبيره اللودينج ليه مستحيل، انسى، لا يمكن انك تعرف تعمل ايه لودينج للحاجات دي. الحاجه الثانيه ما فيهوش امكانيه الايه السيرش، لان برضه ايه محتاج ان احنا نعمل سيرش. طيب فالبديل للكومبو بوكس هو الايه؟ الليست اوف فاليو. فاحنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نطلع فيلد في الشاشه. انا ما يهمنيش دلوقتي الكومباني اي دي والنيم، انا يهمني ده. انا عايز اطلع الريجون اي دي ده على هيئه ليست اوف فاليو.
بحيث ان انا اضغط يفتح لي بوب يطلع لي الاسماء كلها، اقدر اعمل سيرش والفيلد ان انا ايه اعمل ابديت يرجع تاني ايه يتحط ماشي كده. ده اللي احنا المطلوب مننا ان احنا نعمله. طبعا هنا لازم يكون عندنا داتابيز ويكون عندنا ايه اثنين تيبلز. طيب التعامل مع الداتابيز في الاي دي اف، في خطوه لازم تعملها بصرف النظر انت عايز تعمل ايه. لازم احول اختار التيبلز اللي انا هشتغل عليهم احولهم لايه للبيزنس كومبوننتس، او يكون عندي ايه حاجه اشتغل عليها كجافا. فاول ستيب انا بروح اقول له ايه ان انا عايز اجنريت اي دي اف بيزنس كومبوننتس فروم تيبلز، هختار التيبلز عشان ايه يحولهم لي. طيب فاول مره بس بيطلب منك الكونكشن اللي انت هتشتغل عليه. طبعا لو انا ظبطت الكونكشن خلاص ثاني مره اجنريت خلاص يروح على اوتوماتيك ايه على التيبلز. فهنا مثلا وليكن انا هحط اسم الكولكشن للكونكشن. طبعا بتختار اليوزر نيم، بتختار الباسورد والهوست نيم والسيرفيس اي دي، بتعمل ايه تيست كونكشن لازم تتاكد ان هو ادالك سكسس. طيب يبتدي يجيب لي الايه الداتا نفسها. هختار التيبلز اللي انا شغاله اللي هي داخله معايا. انا اللي داخل معايا هنا ايه الكومبانيز والريجنز تمام، وليكن دي انا هسميه ايه شابتر 5. طيب الويزرد هنا بيمشي ازاي؟ اول ستيب اخترت التيبلز. طيب التيبلز دي حاجه من اتنين، يا اما اقدر ان انا ابديت فيها يا اما ريد اونلي ماشي كده. طيب فانت بتختار من هنا مين من التيبلز دول اللي انت هتعمل عليه ابديت. خلي بالك هو انا لو كنت بتكلم على نفس المثال اللي قدامك ده، مين التيبلز المفترض ان انا اعمل عليه ابديت؟ كومبانيز صح؟ ومين الريد اونلي بالنسبه لي اللي هو ايه الريجنز. بس خلي بالك ما تبصش على الشاشه، انت بتبص على الايه على السيستم. يعني هل هيكون عندي شاشه في نفس السيستم ده تغير الداتا اللي موجوده في الريجنز؟ صح لازم، امال هيبقى هيلاقي الداتا منين؟ لازم في شاشه بتملاها. لما نيجي نفكر في كده بالنسبه للسيستم ده هم الكومبوننتس والريجنز ابديتبل، لازم قلت لك تبص على مستوى السيستم. الكلام ده ممكن تبص عليه ريد اونلي امتى؟ لما يكون الداتا دي محطوطه في سكيما ثانيه ومعمول بابليك سينونيم مثلا منها، سواء بابليك سينونيم او داتا بيز لينك عشان تقرا منها. في الحاله دي بقت الداتا بالنسبه للسيستم اللي انت شغال عليه هنا ريد اونلي، لا يمكن تعمل فيها ابديت، لان اللي بيعمل فيها ابديت مش انت ده سيستم تاني. يعني مثلا تلاقي شغل الموظفين ده دخل في كام سيستم تحتيه؟ على الاقل الماليه صح؟ بس بالنسبه للسيستم الماليه داتا الموظفين دي ايه؟ ريد اونلي. فهي المساله ايه؟ بص للسيستم انت محتاج هنا دول يبقوا ابديتابل ولا ريد اونلي. عاده لو انت في السيستم الواحد هيبقى كله ابديتابل تمام، حتى لو في شاشه من الشاشات كان ريد اونلي مش مشكله تمام. انما لو كان من سيستم تاني او مثلا داتابيز فيو، ان داتابيز فيو افترض ان هو يكون ايه ريد اونلي. فبالنسبه لي هنا انا هقول ان الاثنين دول ابديتابل. نيكست. طب هل عندك حاجه ريد اونلي؟ لا ما عنديش حاجه ريد اونلي، انا مش عايز حاجه ريد اونلي في دول. لو في تقدر ان انت ايه تعمل عليها سيلكشن. طيب الخطوه الرابعه هنا ان ايه انت اخترت شويه سيتنجز دلوقتي، يعني اخترت شويه تيبلز قلت في شويه ابديتابل في شويه ايه ريد اونلي. طب ما لازم الكلام ده يتحط في فايل علشان يسيف الكونفيجريشنز دي، لان انت لو ما سيفتش الكونفيجريشن دي هو هيعرف منين ان انت اخترت التيبلز دي؟ ما لازم يحطها في مكان. فالمكان ده بيبقى ملف اسمه اب موديول اكس ام ال فايل شايل بس السيتنجز اللي انا ايه اخترتها. الستيب الخامسه يعني لو انا حبيت ان انا جنريت زي دايجرام كده
ده بمثابة الـ ERD diagram بس على مستوى الـ classes. يعني خلي بالك هو اللي أنا اخترتهم هنا في الأصل إيه؟ tables، بس بيتحولوا إلى جافا. ففي الآخر تقدر تقول إيه؟ هي الـ ERD بس هو بيسموها business components diagram على أساس إنها إيه؟ مفترض إن أنت خلاص شلت الـ table وحطيت مكانه إيه؟ جافا class. يعني ما يهمنيش أنا الـ diagram في حاجة يعني. كده الـ wizard إيه؟ خلص. أقدر إن أنا إيه؟ اقول عليه فينيش. خلي بس جي ديفلوبر هو ايه يجنريت الشغل بتاعه. طيب نبص بس بقى، انا اخترت كل حاجه في باكج ايه شابتر 5. طيب عامل لك هو شايف فيه حاجه علامه ترس كده وفي ايه نضاره. الترس ده احنا بنسميه الانتيتي اوبجكت. تمام، ايه هو الانتيتي اوبجكت؟ هو الاوبجكت في الاي دي اف المسؤول عن الدي ام ال اوبريشنز. تمام، اللي هم الاي دي ام ال انسيرت ابديت ديليت. فاي انسيرت ابديت ديليت لازم يتم من خلال الايه؟ الانتيتي اوبجكت. طب الفيو اوبجكت هو المختص بالسيلكت. اي حاجه ليها علاقه بالكويري نفسها يبقى دي مهمه مين؟ الفيو اوبجكت. طيب انت هنا في ليست اوف فاليو بتعمل insert ولا update ولا delete ولا select؟ بعمل select، يبقى انا هروح للview object على طول. طيب انهي column في انهي table اللي المفترض يظهر على هيئه list of value؟ region ID اللي موجود في انهي column في انهي table؟ companies، صح؟ يبقى انا هروح للcompanies view ابو النضاره ده. تمام، افتح. طيب هلاقي بس يعني كنظره مبدئيه هلاقي الاتريبيوتس دول الايه الكولمز اللي موجوده في هذا التيبل، والكويري نفسها اللي عملت السيلكت ادي ايه السيلكت. طبعا لو بنقارن الكلام ده باوركل فورمز، فانت عندك في الاوركل فورم في ايه؟ عندك الداتا بلوك، صح؟ والداتا بلوك انت بتحدد الكويري اللي هو بيجيب لك فيه الايتمز الايه من جوه. هي نفس الحكايه عندنا هنا، بس الفرق يعني يمكن كنا قلنا الحكايه دي قبل كده. الفرق الاساسي اوركل فورم شغال على مستوى الفورم الواحد، انما هنا انت شغال على مستوى البروجكت. يعني لو اي سيتنج غيرته هنا على طول في اي شاشه ايه ينعكس على طول، مش زي الاوركل فورم. كل حاجه هنا سنترلايزد، تقدر ان انت تعملها مره واحده تتطبق على طول. طيب انا اللي هنا عايز اظهره كليست اوف فاليو هو مين؟ الاخ ريجون ده، صح؟ الكومباني اي دي. طيب يبقى انا مفترض اجي على الاتريبيوتس اقف على الايه؟ الريجون اي دي. طيب بص كده عندنا حاجه اسمها ليست اوف فاليوز. ليست اوف فاليوز اقول انا عايز اضيف ليست اوف فاليو على الاخ ده. طيب الليست اوف فاليو دي في حاجه اسمها ليست داتا سورس. يعني الليست اوف فاليو دي هتيجي منين؟ هي المفترض تيجي من انهي تيبل؟ الريجونز، صح؟ اللي هي التيبل الثاني. اما اجي كده اقول له ايه؟ اد. ادي الريجونز اضيفه. يبقى هو ده الايه؟ السورس للداتا، هو ده المفترض الداتا اللي اجيبها منه. طيب مين في الاتريبيوتس دي اللي المفترض يترمي في الريجون اي دي اللي موجود؟ الاي دي ولا النيم؟ طبعا ايه؟ الاي دي هو اللي بيتخزن. طيب دي اول ايه حاجه. نيجي في اليو اي هنتس اللي موجوده هنا، بتقول ايه؟ انت عايز الليسته دي تظهر على هيئه ايه؟ لان احنا عندنا في الايه في الاي دي اف الراديو والكومبو والليست اوف فاليو كلهم اسمهم على بعض ليست اوف فاليو، هي مجموعه قيم. تمام، طب حاول ان انا محتاج انظر هنا انبوت ايه تكست ويز ليست اوف فاليوز. طب خلينا بس نقف على ايه الاوبشنز دي وايه ونشوف هنكمل ازاي. طبعا هو مش دي نهايه الاوبشنز اللي ممكن تعملها في ليست اوف فاليو، بس انا عايز اخد حاجه ايه بيزك ونكمل عليها. طيب عملت انت الكونفيجريشن، قلت ان المفترض ان الكولوم ده يجي من التيبل ده. طيب كويس، اعمل بقى جي اس بي عشان ديسبلاي الكلام ده. هنعمل جي اس بي جديد.
لو ضاف كولوم على التابل كيف بعدين الانتيتيز يعكس الكولوم على التابل؟ طب اصبر، ده موضوع ايه تاني يعني خالص. يعني هنا بنركز على ايه؟ على الليست اوف فاليو، مش عمليه الابديت على الكولومز في حد ذاتها. طيب ده عندنا هنا الايه؟ شكل الديزاين اللي موجود. طيب الشاشه الجديده دي انا عايز اضيف الكولوم بتاعي هنا، اضيفه على ليست اوف فاليو. طيب هو مدي لك حاجه اسمها داتا كنترولز من هنا. الداتا كنترولز لما تفتحها دي فيها ايه؟ الايه؟ السيتنجز اللي انا اخترتها من قبل كده. لو انا فتحت الكومبانيز ده هلاقي فيه ايه؟ الريجن اي دي. تمام؟ طيب اروح الريجن اي دي ده اسحبه ايه؟ على الصفحه، اقول له لو سمحت طلع لي ليست اوف فاليو اي دي اف ليست اوف فاليو ايه؟ انبوت. سيبه شويه قبل ما ايه؟ هو بس يظبط لك السيتنجز يحطها لك. بس خلاص. تعال نرن ايه؟ ونشوف النتيجه. ما هو الليست اوف فاليو عندنا بيبقى اتحط ايه؟ جنبيها علامه العدسه دي، هي دي المفترض اللي اليوزر يكليك عليها عشان تفتح له البوب اب لايه؟ الليست اوف فاليو. طيب زي ما قلنا العدسه دي ايه؟ هي المفترض اكليك عليها عشان يفتح لي الايه؟ الليست اوف فاليو. ادي الايه؟ الليست اوف فاليو. تعمل ايه؟ يعني عمليه بحث يطلع لك الايه؟ الداتا. تقدر تعمل ايه؟ كليك عشان ترجع لك. طبعا الكلام ده ايه؟ نقدر نقول البيزك قوي. يعني هو في حد ذاته يعني انت عملت شويه كونفجريشنز يطلع لك الايه؟ الليست اوف يعني البوب اب لوحدها طالعه وفيها لي اوت محطوط. بس المهم ان احنا ايه؟ نبتدي يعني نعرف نطلعها فعلا بالشكل اللي المفترض من الاخر دي لليوزر. عمري ما هطلعها بنفس الشكل اللي انت شايفه ده. ليه؟ اول حاجه ان ايه؟ اضطريت ان انا اعمل ايه؟ بحث عشان تطلع لي الداتا. ثانيا اللي طلع لي الاي دي، عمر اليوزر ما هيفهم ايه الاي دي ده ولا يعرف معناه ولا عمره هيحفظه. تمام؟ يعني غير كده ان الليست اوف فاليو في حد ذاتها المفترض انها ما تكونش الاي دي بس، يعني لازم ترجع الايه؟ الاي دي والديسكريبشن والحاجات دي كلها. تمام؟ فنتوقف على كده عشان الصلاه ونكمل معاكم.